يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام وما كنتم تتابعونا من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت تحديدا القناه الرياضيه الثالثه ومن خلال برنامج سبورت اكاديمي المختص بالعلوم الرياضيه والاكاديميه ومدى اهميتها من خلال اكاديمي مختصين نطل عليكم اليوم في هذه الحلقه مع الاستاذ يوسف الصالح الاختصاصي في العلاج الطبيعي بالطب الرياضي للحديث اكثر عن الام الرقبه والحالات الزائده منها خلال فتره او خلال ممارسه الرياضه. بدايه الاستاذ حياك الله معنا، سعداء بهذا التواصل معك وبالتأكيد نشكر لك قبولك دعوة في حلقة اليوم. الله يحييك أستاذ عبد العزيز، مشكور، أشكركم على الاستضافة. وطبعا برنامج جدا حلو وجدا مشوق، خاصة أنه قاعد نسلط الأضواء على الآلام اللي قاعد يحوشها المجتمع أو اللي قاعد يسوي الاكسبيرينس عفوا المجتمع اللي قاعد يتوجه فيها. اليوم الموضوع مثل ما تفضلت راح أتكلم عن موضوع اللي هو آلام الرقبة وليش زايدة عندنا. صحيح. بشكل مخيف صراحة. صحيح. أنا عندي بالعيادة قاعد اشوف مو بس الرياضيين، قاعد اشوف حتى الناس الغير رياضيين. انا اختصاصي علاج طبيعي بالاخير. نعم. بالاول والاخير فاغلبيه المراجعين عندي يكونون رياضيين. نعم. ولكن قاعد يجوني ناس غير رياضيين وهم نفس الالام، they're presenting على كلامهم نفس the same pain، نفس. نعم. الالم اللي قاعد يكون عند الرغبه. زين، السؤال هني هل الالم هذا موحد عند الكل؟ نعم. ولا هل هو عندنا اصابه معينه قاعد تحوش الرقبه؟ نعم. وليش احنا للأسف بالعلاج الطبيعي مرات حتى ما نبي نعرف السبب، نبي بس نعالج المشكلة. المشكلة ولكن حلو إن إحنا نعرف السبب. نعم. في البداية. نعم. خلنا نتكلم هني بما ذكرت الأسباب، خلنا نتكلم السادة عن أهم الأسباب التي تواجه الرياضي وغير الرياضي بخصوص ألم الرقبة. إنزين، أنا أول شيء أطالع الجسم الرياضي عندي. لما يجيني واحد رياضي هذا ما عامله مثل المجتمع، هذا يكون برا المجتمع، خاصة إذا كان رياضي محترف. محترف. إذا كان محترف أنت حط ببالك الإنسان هذا قاعد يتمرن من 4 إلى 6 ساعات باليوم. صحيح. وأجريسيف تريننج، يعني تمرين صعب. دسم. دسم. صعب. نعم. فحط ببالك العضلات تكون شادة. نعم. حط ببالك الإصابات اللي باللعب وبالتمرين. نعم. عادة تكون على شكل يومي. صحيح. وشنو يسوي هذا اللاعب برا التمرين؟ نعم. هل يهمل نفسه؟ هل واعي؟ ففي عندنا عدة أسباب. نعم. خلنا من الرياضيين، خلنا نطالع الجسم المجتمع العادي. العادي. اللي خلينا نقول يروح النادي مرة باليوم بساعة لمدة ست أيام بالأسبوع. أيام بالأسبوع. المشاكل هنا اللي أنا أشوفها بوستشر اللي هو القوام. نعم. استخدام الهاتف والقعدات الخطأ. عادة اللي يكون ارجونوميكلي اثناء ممارسة الرياضة؟ برا الرياضة. برا الرياضة. برا الرياضة. نعم. يعني الحين احنا الواحد قاعد يستخدم التليفون بشكل يومي، خلاص هذا صار جزء. صحيح. من الحياة. الجزء ما نقدر نغيره. وجزء ثقيل من الحياة. صحيح. التليفون للأسف استخدامه، يعني أنا عندي واحد من المراجعين جات إصابة بالرقبة. نعم. بسبب مسلسل قاعد يطالع بالتليفون. المسلسل هذا قاعد يطالع لعدة ساعات بالتليفون، نتفليكس داش وقاعد يطالع. زين، شلون وضعيتك؟ شلون البوزيشن؟ انت قاعد يعني حتى وعي نفسك؟ لا. نعم. قاعد يطالع لمدة، قاعد اقول لك لمدة ساعات. نعم. على وضعية معينة. نعم. وقاعد تسبب ضغوطات على الفقرات، ومو بس الفقرات والعظام، وحتى العضلات اللي درب دلع. احنا عندنا الجسم. صحيح. يتكون من المصل هو العضل، البونز اللي هو العظام. نعم. والقضاريف والفقرات. صحيح. هذه كلها تتأثر، احنا كاختصاصيين نطالعها كلها ككتلة كاملة. نعم. فعندنا عدة أسباب مثل ما قلت لك. نعم. منها القعدة، منها التكرار. التكرار. وللرياضيين بالذات شنو يصير باللعب حزتها أو بالتمرين أثناء التمرين. أثناء التمرين. لأن في ضغوط مرات تصير ضغوط نفسية أصلاً. نعم. ضغوط نفسية تسبب لنا آلام بالرقبة نفسها. نعم. طيب أخوي يوسف، خلينا نتكلم عن الفرق ما بين آلام الرقبة المزمنة وغير المزمنة، وهل تفرق من الرياض غير الرياضي؟ ولا هي تكون مشابهة يعني؟ طبعا مشابهة، لأنه هو الألم واحد. نعم. احنا كلنا نقول الألم واحد. نعم. عندنا آلام تكون بس مركزة في نص الرقبة. زين، وعند... شو رايك نكمل الإجابة هذه من بعد ما ناخذ الفاصل؟ ناخذ الفاصل. ناخذ الفاصل معاك ومعاكم مشاهدينا، نطلع فاصل قصير ومكملين مع الأستاذ يوسف الصالح اختصاصي علاج طبيعي بالطب الرياضي وبرنامج سبورت أكاديمي. ورجعنا معكم مشاهدينا من بعد الفاصل مكملين حديثنا الشيق والرياضي بالتأكيد مع الأستاذ يوسف الصالح الاختصاصي في العلاج الطبيعي بالطب الرياضي. وقفنا عن نقطة الفرق بين الآلام، آلام الرقبة المزمنة وغير المزمنة سواء للرياضي أو غير الرياضي. نكمل حديثنا أستاذي، ما الفرق إذا كان هناك فرق
في آلام الرقبة المزمنة والمؤقتة. تمام، احنا عندنا الكرونيك بين والأكيوت اللي يسمونه المزمن الكرونيك. نعم. والأكيوت اللي توه صار الإصابة. نعم. عادة إذا كانت إصابة خاصة إذا كانت صدمة. نعم. عندنا عدة رياضات يسمونها هاي كونتاكت سبورت، يعني عالية بالصدمات. عالية الموز. نعم. منها كرة القدم، منها كرة السلة، لأن عادي أنا قاعد أركض واحد يدش علي احتكاكات كبيرة. فهذه طبعا لازم نحطها باعتبار، هذه عادة تصير بالملعب حزتها. صحيح. نشوف الإصابة بالملعب ما نقدر ناخذ قرار. نعم. بالملعب عادة إذا كان في إصابة قدامي راح أنا آخذ ميكانيزم معين إحنا نسميه الرايس RICE. نعم. هذا معناته إن أنا أطلع اللاعب من اللعب. نعم. أحط له كمادة وأرفع ريله أو أرفع رقبته بهالموضوع. نعم. أساس إنه لا يكون في انتفاخات. إذا بعد ثلث ساعة المنطقة للحين محمرة وللحين منتفخة وللحين فيها سوائل نوديه المستشفى. نعم. بس إذا كان الألم مزمن مو من إصابة معينة، مزمن بس من نومه غلط، من احنا الحين حتى المخاد قاعد تسبب لنا إشكالية. صحيح. واستخدام التليفون، إذا بهالطريقة هذه أنا كاختصاصي أشوف المكان شلون أقدر أعالجه من ناحية العضلات. عادة أغلبية الوقت صراحة. نعم. العضلات هي اللي تكون السبب، العضلات هي اللي تكون شادة. نعم. فشنو تسوي لنا؟ تسوي لنا imbalance، يعني معناته عدم توازن. عدم توازن في توازن. الرغبة. أوه. لأن الرغبة شايلة العمود الفقري. صحيح. العمود الفقري إحنا عارفين عندنا يمين ويسار. صحيح. وكل كل فقرة طالعة شنو؟ الأعصاب. الأعصاب. مرات العضلة تقوم تشد التكي على عصب معين وتسبب لنا الآلام. الآلام. الحين طبعًا هذا موسوع كبير، ولكن الآلام خل المتابعين أو المشاهدين يحطون بالهم شغلة واحدة. إذا الألم قاعد يشخص للمنطقة كلها، للإيد كلها، وفي تنمل مني العصب متأثر. أما إذا الألم بمكان موحد. مكان موحد. موحد. نعم. ومع حركات معينة. نعم. معناته الألم عضلي أكثر. عضلي أكثر. أسهل لنا إحنا كاختصاصيين نعالج المنطقة إذا كان عضلي أكثر. نعم. وأغلبية الوقت يكون ترى عضلي أكثر. عضلي أكثر. طيب أستاذي، متى نقدر نقول إن آلام الرقبة وصلت إلى مستوى خطير ولا بد من تدخل علاج طبي؟ تمام. إحنا أول شيء خلنا نفهم العلاج الطبيعي، وخاصة حق المشاهدين، العلاج الطبيعي أول مرحلة بالعلاج. صحيح. أستاذي، أول مرحلة بالعلاج معناته عندنا بعدين تدخل جراحي ومعنين كورس أدوية. فلمن أنت تجيب لي شخص، يعني يفضل إن أول ما يكون العلاج يكون علاج طبيعي. علاج طبيعي. علاج طبيعي. مرات الحالات تكون متطورة وايد على العلاج الطبيعي. على يعني حتى في حالات يتني العيادة أنا رفضتها، لأن قاعد أقول لهم حالتكم متطورة وايد على العلاج الطبيعي. تحتاج تدخل جراحي. متى نقول كذي؟ إحنا عندنا أعلام flags. نعم. عندنا red flag, green flag و yellow flag. نفس الإشارة. الred flag هذه خلاص، هذه أنا ما أقدر أسوي لها شيء. كذا تمرين أقدر أسوي له حق المراجع، كذا وضعية أحطها فيه. نعم. وأغلبية الوقت إذا كان red flag معناته أن حتى رأسه لمن يرفعت حوشة دوخة. الدوخة. الدوخة هذه أنا كاختصاص علاج طبيعي خطرة أصلاً أعالجها. العلاج طبيعي دفش شوية. نعم. نستخدم إيدنا ومرات نطقطق الرقبة. نعم. بهالحالة هذه على طول حق الدكتور. على طول يروح حق دكتور مختص بالمنطقة يشوف له تدخل ثاني. نعم. لكن الحالات اللي تكون العلم مالها أخضر أو أصفر. نعم. في مجال إن إحنا نعالجها بالعلاج الطبيعي. نعم. نعم نعم نعم. للأسف إن أدركنا الوقت أستاذي، كان حديث شيق وممتع معاكم للأمانة، أخذنا الوقت يعني. فكل شكر باسمكم مشاهدينا، شكر الأستاذ يوسف الصالح الاختصاصي في العلاج الطبيعي بالطب الرياضي على تواجدنا واستفادتنا منه بالتأكيد في حلقة اليوم في سبورت أكاديمي. كل شكر لك أستاذي، شرفنا وسعتني في حلقة اليوم. أشكركم على الاستضافة. مشكور أستاذ. شكرا لك. بالعكس، شكرا لك يا أستاذي، وشكرا لكم وصول مشاهدينا على حسن وطيب المتابعة. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من سبورت أكاديمي. إلى ذلك الحين طبتم وإلى اللقاء.